أول مرة اتقالك فيها يا عمو أو اتقالك فيها طنط كانت إمتى ورد فعلك كان عامل إزاي؟ دلوقتي نروح نشوف لميا كان رد فعلها عامل إزاي وكمان نتعرف منها على أخبار المرور. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا شادي. أنا هستناها بس الأول تشوف إجابتها عاملة إزاي وعلى أساسه هحدد. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا هدير وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. الحقيقه انا زمان وانا صغيره 10 11 سنه كنت بحب الولاد اللي اصغر مني يقولوا لي يا طنط. كنت متقمصه قوي دور ماما واختهم الكبيره فكنت بحب واسالهم انتوا ليه مش بتقولوا لي يا طنط؟ انا اكبر منكم على فكره وبعمل لكم كل حاجه. بتحب تشيل مسؤوليه وانا صغيره. لما كبرت مش عايزه حد يقول لي كده لدرجه ان انا ساعات بنسى وبقول للناس في سني او اكبر مني مثلا بسنه ولا اتنين يا طنط وبعد كده بحس الناس اتخضت. انت عارفه انت عندك كام سنه عشان تقولي يا طنط؟ فلا يعني دلوقتي ما احبش اسمعها الحقيقه. ما احبش اسمعها خالص يعني مش عارفه حاسه ان انا صغيره خلاص قلت لك ما احبش اسمعها. مش هينفع لا مش هينفع خالص دلوقتي.